الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في هذا المقطع أقدم ما يسمى منحنى لافر لافر كيرف يعود أصل هذا المنحنى إلى عالم الإجتماع والمفكر العربي عبد الرحمن بن خلدون عبد الرحمن بن خلدون دعني أنا أركز على هذه النقطة <سؤال> الذي عاش بين الفتره 1332 الى 1406 ميلادي وعمل قريبا من سلاطين الاندلس وشمال افريقيا الدول العربيه الاسلاميه. يتعلق المنحنى بايرادات الدوله من الضرائب التي تفرضها على النشاط الاقتصادي مثل العمل، الانتاج، الاستهلاك، السفر اي نشاط اقتصادي يقوم به البشر. التقط عالم الاقتصاد الامريكي ارتل لافر ارثر لافر فكره ابن خلدون وحولها الى مبدا علمي في اطار نظري بحت، وهو من ارقى النظريات المتعلقه بالضرائب وإيرادات الدوله من الضرائب. نكمل. يقوم منحنى لافر على مبدا بسيط يقول بان ايرادات الحكومه، ارجو التركيز هنا ايرادات الحكومه من الضرائب تتزايد كلما زاد معدل الضريبة أو ما يسمى بتاكس ريت اللي هو يعني النسبة التي تقتطعها الحكومة من ضريبة النشاط المعني الاستهلاك الانتاج العمل وما شابه إلى أن تصل هذه الإيرادات إلى حد أقصى أو نهاية عظمى تأخذ بعدها بالتراجع أو يأخذ الحد الأقصى هذا بعدها بالتراجع دعنا نمثل ذلك على شكل رسم بيانية أنيقة تعبر عن آه هذا المعنى الآن عن المحور الأفقي له معدل الضرائب هنا اللي هو تي النسبة المئوية من آه الدخل أو الإنتاج أو قيمة أي نشاط اقتصادي تقتطع الحكومة على شكل ضرائب عن المحور العمودي اللي هي الإيرادات إذا هنا الضرائب على المحور الأفقي هنا الإيرادات الإيرادات إذا كان معدل أو نسبة كانت نسبة الضرائب صفر فإن الـ 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 الإيراد من هذه الضريبة يساوي صفرا لأنه لا صفر صفر تساوي صفر بحالها أو صفر في أي كمية تساوي صفر إذا زادت الآن قيمة T كانت مئوية إلى مقدار معين واحد أو اثنين بالمئة ترتفع الإيرادات فوصلنا إلى النقطة الثانية هذه هذه النقطة الثانية لكن خليني امحى هذه الدوائر حتى نرى بالضبط يعني وضوح الصوره. فاذا زادت الضرائب مقدارها يعني اللي هي تي نسبه الضرائب تزداد الايرادات من الضرائب، ثم اذا زادت كميه اكثر او يعني زادت قيمه تي الى نسبه اعلى، معدل اعلى، فان الضريبه ترتفع الى هذا المقدار هنا. وهكذا وهكذا دعني استعجل في البيان هنا الى ان تصل الى نهايه عظمى هذه نهايه اذا بتلاحظوا نهايه عظمى لمقدار الضرائب أوكي. تاخذ بعد هذه نهاية عظمة الضرائب الانخفاض لاحظوا الان الإنخفاض انخفاض حتى تصبح الضرائب صفرا هنا اذا تخيلنا بان الضريبه يعني أضحى بالخط الأحمر الضريبة وصلت إلى 100% من قيمة النشاط الاقتصادي الدخل أو, أو شو ما كان فبتكون بالحالة هاي الإرادة تساوي صفرا إذا لاحظوا لي لهذا المنحنى هنا لو شبكنا هذا هذه النقاط مع بعضها بعضا فإننا نصل إلى ما يسمى منحنى لافر منحنى لافر منحنى خليني أكتبها بعد إذنكم بخط يكون اوضح منحنى لا فرق. هذا اللي هو اللي شبكنا النقاط ووصل الى النهايه العظمى نلاحظ هنا هذه النهايه العظمى عند هذه النقطه عندما كانت نسبه الضريبه المعدله عند هذا الحد الأكبر حد للضرائب هي هذه القيمه ار ضعنا نضع عليها نجمه اللي هي ار ستار تقول انه الحد الاعظم من الضرائب وصل عندما كانت نسبه تي عند هذا الحد لاحظوا الآن في بعض الدراسات بينت على أنه وهذه دراسات قديمة يعني تعود للسبعينيات في جامعة ستانفورد وبالأم آي تي بالولايات المتحدة وجدوا على أنه الحد الأقصى من الضرائب قد يصل إلى عندما تكون تي تساوي 70% 70% لكن في دراسات لاحقة وابينها الان في المقطع اللاحق ان شاء الله القادم بان هذا الكلام عال عن الصحه ولا يمكن ان تكون نسبه الضريبه 70% لانها ستهلك الانتاج. فننتقل الى المقطع الاخير. هنا يقوم منحنى على مبدا بسيط يقول كما ذكرت يعني انه ايرادات الحكومه تتزايد كلما زاد معدل الضريبه الى ان يصل الى نهايه عظمى ياخذ بعدها بالتراجع. لاحظوا هنا ما زلنا يعني نرمز الى المحور العمودي الافقي بنسبه الضرائب المقتطعه وهنا على المحور العمودي هي الايرادات وهذا الشكل اللي هو اكثر اعتدالا عندما تكون تي تساوي صفرا فان الايرادات تكون صفر تاخذ بارتفاع قليلا اذا ارتفعت وهكذا 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 لاحظ لاحظوا لكن ارتفاع سريع لكن ياخذ بعدها بالتراجع بسرعه وهذه الدراسة أثبتتها مجموعة من العلماء على رأسهم الاقتصاد المشهور ديفيد رومر وزوجته زوجته كانت تعمل كمستشارة اقتصادية للرئيس الأمريكي في تلك الحقبة بالثمانينيات وبينت على أن معدل 33% من الضرائب يعطي أعظم أعظم إيراد ممكن قد ياخذ الان بعض الاشكال يعني لنفرض انه هنا تي وهنا ار قد ياخذ الان منحنى لافر شكلها كهذا او كهذا او اي شكل اخر لكن بالدراسات العمليه بينت على ان نسبه الضرائب بحدود 33% يعني الثلث قيمه النشاط الاقتصادي العمل او الانتاج او الاستهلاك فولت اذا ذهب على شكل ضرائب الى الحكومه فان الحكومه تحصل على اكبر مقدار من الضرائب اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا ان يكون قد قدم الفائده المرجوه لكم جميعا احبتي الطلبه والمتابعين لهذه القناه التعليميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته